فينا المباراة ديال النهائي فينا، حنا عندنا خلود دابا باش نربحو نجيبو 3 بوان فهمتي، باش نهيئو البطولة وكأس العرب فهمتي، ونتمنوا التوفيق. شحال يسالي الماتش؟ جوج صغير. اليوم شنو التوقع ديالك للمباراة؟ اليوم اخويا ان شاء الله بغينا نفتح حتى ربح ان شاء الله، شي اللي بغينا. انا ولد الرباط جاي نتفرج في الفتح. انت من جيتي؟ 22. شحال يسالي الماتش؟ جوج لواحد هكا. الماتش ان شاء الله شي 2-0 وديال الرجاء ان شاء الله. ديما ديالنا وديما رجاء. ايوا شنو غادير هادشي اللي عطا الله. غتحتفلوا؟ ضروري كاين ان شاء الله. شحال يسالي المباراة؟ 2-0 ولا 3-0 ان شاء الله. ان شاء الله 3-0 للرجاء ان شاء الله. والحمد لله على فرحانين بالكاس ديال الكونفدرالية، وان شاء الله تنطمحوا لشي حاجه ان شاء الله ما اكثر. كما كتشوف حنا كنجيو مع الدراري صحابنا ولاد الفاتح، وحنا رجاويين بحال بحال، راه ما كاينش الفرق. الحمد لله كلنا مغاربه وعقليه وحده، جايين تنتفرجوا في الكره وغنسالي وغنمشيو موالدينا حتى حنا ان شاء الله. غنفرحوا فرحنا ان شاء الله، وغادي نلعبوا هنايا وندوزوها مزيان ان شاء الله، ونشوف بحال هاد المسالم. شحال يسالي الماتش؟ ان شاء الله 3-0. شكون اللاعب اللي غادي ماركي في هاد 3-0؟ حفيدي ويا زور ان شاء الله. شوف مباراة الرجاء والفتح، بعد ما جا الرجاء جاب الكاس من قلب كينشاسا ضد فيتا كلوب، اللي بينو اللاعبين بينو واحد العزيمة والإرادة وتحلاو بالشجاعة وجابوا لنا الكاس من كينشاسا. هادشي كنبغي نقول. ميرسي. الحمد لله لاعبين. الحمد لله ملي جبنا الكاس بعدا وديما رجاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.